أنا عايزة أروح تاني لمؤسسة حياة كريمة. ليه؟ لأنه الحقيقة حياة كريمة يعني أعتقد هي بتعمل مجهود كبير جدا، هيغير وجه الريف وهيغير وجه محافظات كثيرة جدا. أنت بتتكلم على يعني عدد كبير، أولا يعني مراحل كتير بتمشي فيها حياة كريمة، وإحنا عارفين إن إحنا عندنا مشروع تطوير الريف اللي هو 3 سنوات وبدأ بالفعل، وبنتكلم على تطوير لحياة مواطن وأعداد من المواطنين أكتر من 58 مليون مواطن مصري. ده الحقيقة رقم كبير، أنت بتتكلم على تنمية حقيقية. أستاذة سيمون، يعني عايزة أعرف من حضرتك، يعني كلميني عن ما يحدث الآن، لأنه أنا عارفة أن تم تطوير الحقيقة والانتهاء من مشروعات كثيرة جدا في سوهاج، أكثر من 4 قرى أعتقد أو 5 قرى. لا يا فندم، شغالين في اكتر من مركز هناك بعدد قرى مهوله جدا، سواء في المرحله التجريبيه للمبادره لتطوير قرى الريف المصري او في المرحله الاولى اللي تم اطلاقها. وافتتاح قريه ام دومه كان باعتبارها احد القرى النموذجيه اللي حصل فيها تطوير شامل، سواء من ناحيه البنيه التحتيه، المشروعات المتعلقه بالتعليم، الصرف الصحي، شبكات الطرق. فكانت احد القرى النموذجيه اللي وصل فيها نسب التنفيذ ل 98%. تمام. فده بيخليها من احد القرى النموذجيه اللي حصل فيها بالظبط كده، سواء الجزء التكاتف اللي فيها من قطاعات الدوله كلها داخل المبادره، او من مؤسسات المجتمع المدني تحت مظله التحالف الوطني، زي ما شفنا القوافل اللي نزلت من خلال مؤسسه التحالف الوطني على مدار الايام اللي فاتت، بالاصطفاف اللي حصل لمحافظه سوهاج كلها، واللي كان ليه نصيب كبير جدا في المحافظه هناك وفي قريه ام دومه في مركز سما. تكاتف المجتمع المدني مع اجهزه الدوله في خلال من خلال سكن كريم طول الفتره المبادره بدات فيها. ففي ده كله اشتغل فيه المجتمع المدني بالتكاتف والتكامل مع مؤسسات الدولة كلها داخل المبادرة. أكيد. أنا عايز أعرف من حضرتك أستاذة سيمون شعور الأهالي، يعني الأهالي اللي كان في عدم وجود تنمية لسنوات طويلة، في تهميش، وبدأوا يحسوا أنه في حركة، يعني كفاية بس أن يبقى عنده صرف صحي بداية، وبعدين البيت، وبعدين كمان أنتوا بتشتغلوا كمان على حاجات توعوية من حيث بقى الوعي ومحاضرات والاهتمام بيهم. يعني كلميني إحساس الناس كان عامل إزاي في البداية؟ إحساس مختلف تماما من دخول المبادرة في المرحلة الأولى ليها، ووضع الخطط والحوارات المجتمعية اللي تمت بالتنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني كلها، ومن خلال الأجهزة التنفيذية إن يحصل حوار مجتمعي، نشوف احتياجات الناس، نشوف متطلباتها، يحس إن هم شريك أساسي في المتطلبات اللي بتتم، وبعد كده يحس إن هم شريك أساسي في متابعتها أثناء التنفيذ والتوصيات الخاصة بيهم وقت التنفيذ. كل ده خلت إن الناس حاسه ان من عدم مصداقيه لمصداقيه بتنفيذ مشروعات بتتم على الارض. مع النهارده لما كان حصل في افتتاحات المشروعات والناس شايفه المشروعات دي بتتم، ازاي هو استفاد من وصله ميه دخلت بيته بعد خط الميه اللي امتد، ازاي استفاد من الطرق الموجوده، ازاي استفاد من وحده طب الاسره بعد دخولها للتامين الصحي الشامل وقدر يتوفر له علاج، ازاي استفاد ان يكون في جزء خاص بالوعي وبناء الانسان من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها لكل القطاعات الخاصة في الدولة، علشان الجزء الخاص بنحو الأمية أو الجزء الخاص بتحول التحول الرقمي أو الجزء الخاص بالثقافة والتوعية اللي هي ما كانش بيتم التعامل معاها خدمات، وأصبح بيتم التعامل معاها مقابل المواطنين دلوقتي إن هي خدمة. صحيح. يعني الحقيقة كلها مشروعات أنا شايفة أن هي بتاخد المواطن إلى حياة كريمة فعلا وحياة مختلفة يقدر ينطلق منها. أنا بشكرك جدا أستاذة سيمون ناصر، رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة.